قسمنا قسمة بالعدل لهذيل اليمن والشام، قسمنا قسمة بالعدل لهذيل اليمن والشام، وقومنا قوانين العدالة وانت شايفها. نزلنا المعركة وجيوشنا تمشي على قدام، نسوق خصامنا للموت والموت يتخطفها. هذيل الله يعز هذيل، لا تهزم ولا تنضم، هذيل الله يعز هذيل، لا تهزم ولا تنضم. رجال من قديم الوقت ما تترك مواقفها، رياجيل بدون سلاح وجيوش بدون اعلام، رياجيل بدون سلاح وجيوش بدون اعلام. فلا تعتز جمعتها ولا ينصر تحالفها، عرفنا موقعك يا رقم عشرة بين عشر ارقام، عرفنا موقعك يا رقم عشرة بين عشر ارقام. ولا تحسب لك الامجاد لو انك تسلفها، تعلمك الليالي ما هو الشاشات والاعلام. طيب طيب، وهذا فعل ما هي سالفة مجلس نسولفها، ترى ما بيننا الا نظرة الاخصام لا الاخصام. طيب طيب، وهذا مكسب اللي يعطي النية ويخلفها. انا انغريت في مدحتك حسب انك مثل صدام، وصدام ارتكى وانت الدموع الزرق تذرفها، تبت اتبع طريق الطايرة مشيا على الاقدام، وهذه كذبة ما تتوصف لو توصفها. ترى الوضع انكشف بعد انكشف تخطيط ابو عرام، ابو عرام غرت الطيور اللي يعلفها، نبى نقصفك بالصاروخ لين تعرف الاستسلام، ولو ما يسلم الا جبهتك نرجع ونقصفها. يا باي اطلع فعل فواز لا من طال ولا قزام، وهاك الوقت يقدر يرفع الصخرة ويحذفها، ولا ندر العلاقة حرب ولا رحلة استجمام، ومكة ما يجوز العلم لقشر في طوارفها.